والآن مع وقفتنا الثالثة في نشرة التاسعة لاستعراض الأحوال الجوية والطقس. إذن فهي النشرة الجوية أيضاً مع دينا شرف. إليك دينا. شكراً لك أميمة. شكراً لك محمد. وأخبار الطقس محلياً وعالمياً. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الجمعة طقس شديد الحرارة راتب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل الحرارة راتب على كافة الأنحاء ليلا. وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة العظمى 42 وصورة 29، إسكندرية 36-26، مطروح 34-26، بورسعيد 35-27، الإسماعيلية 41-24، السويس 40-26، العريش 37-25، طابة 38-27، شرم الشيخ 38-27، الغردقة 37-28، والأقصر 44-28، أسوان 44-29، الوادي الجديد 44-27، شراتين 42-29، وأخيرا حلايب 38-32. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية.